في كلماتها أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، مدبولي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام عبر تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في رفح الفلسطينية تدمر خلالها عشرات المنازل والمساجد وتسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. بوريل يتهم حكومة الاحتلال بالعمل على التخلص من وكالة الأونروا ويدعو للتحقيق في مزاعم علاقة الوكالة بحركة حماس. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقدم رئيس المجلس أيضا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الحافز الإضافي، كذلك زيادة المعاشات انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. أعلم جيدا أنكم جميعا توافقون على حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتضمن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوات ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تعزيز الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد. أضاف رئيس الوزراء أمام القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي أن الدولة تعمل على تعميق وتحفيز التصنيع المحلي. كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي يتم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية. وتستهدف مصر وفي سياق استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة. وأضاف مدبولي أن التطورات العالمية كان لها تأثيرات متصاعدة على تكلفة التمويل وتراجع العوائد من النقد الأجنبي في ظل فجوة الاستثمارات. وأشار أيضا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثرا ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها 1 تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان
جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الصناعي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا على هامش القمة العالمية للحكومات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بدورها. قالت جورجيفا إن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة من محدودي الدخل. كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات. استقبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان للرئيس السيسي، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، ومؤكدا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع ناظرته سلوفانيا. ذلك كشف خلال اللقاء وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجارية مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها. وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصري لموقف سلوفانيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. وعن الأوضاع في غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على أنحاء قطاع غزة، وذلك لليوم 29 بعد 100 على التوالي. وركزت قوات الاحتلال غاراتها اليوم على منطقة رفح جنوبي غزة والتي تكتظ بأكثر من نصف سكان القطاع من النازحين. وأسفرت المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، فضلا عن إصابة العشرات، حيث قصفت طائرات الاحتلال أكثر من 24 منزلا وعددا من المساجد والمؤسسات في المنطقة. أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 164 شخصا وإصابة 200 آخرين في 19 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال ضد العائلات في القطاع. أضافت السلطات الصحية أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28,340 شهيدا و 67,984 مصابة، وذلك منذ 7 من أكتوبر الماضي. هذا وقام بعض النازحين في مدينة رفح بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر وسط تحذيرات من توغل عسكري إسرائيلي محتمل
في المدينة. ويحتشد 1.3 مليون فلسطيني في رفح، الغالبية منهم فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. وسط تحذيرات دولية وإقليمية من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قام بعض الفلسطينيين النازحين في المدينة الحدودية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر. وفيما كانت رفح قبل فترة الملاذ الأخير الآمن نسبيا لسكان غزة، باتت الكابوس المرعب الذي يحاصر أهل القطاع في صحوتهم قبل غفوتهم. طالما منها بدروا على الأمان، كل اللي ما نتاوى في حاجه في مدرسه في شيء، لان وضعنا صعب، احنا وضعنا صعب، طلعنا تحت القصف. في رفح يحتشد 1,300,000 فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، وهم في غالبيتهم العظمى فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. أيام غير شهرين، وين نروح فيه؟ والله ما نعرف وين نروح فيه. بنروح فيه يوم 4 الفار، مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي. بنزقل من مكان لمكان، من مكان لمكان. أصعب شيء عدم الاستقرار في هذه الحياة والحرب. والله أصعب حاجة هي الحرب. يعني احنا الزلمنا في كل شهر بنتنقل من مكان لمكان، والخوف والصواريخ. هي مأساة يعيشها أهالي القطاع منذ نحو 5 أشهر، لكن تبقى الأوضاع في رفح أكثر خصوصية مع اكتظاظ المدينة بالسكان والنازحين. هذه المدينة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي يوماً أنها منها، بات يسقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يومياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، أمام أعين العالم الذي ربما يكون قد فقد إنسانيته. حضر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من عمليات التهجير الجماعي لمزارعي الضفة الغربية. وأكد مركز أعلام الأمم المتحدة أنه تم تهجير ما لا يقل عن 98 أسرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وسط عنف المستوطنين. وأشارت أوتشا إلى أن المستوطنين فرضوا أيضا قيودا على الحركة، حيث أغلقوا الطرق المؤدية للمجتمعات الفلسطينية. وأدت هذه التدابير للحد من وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، فضلاً عن إلحاق الضرر بموارد المياه التي تعتمد عليها المجتمعات الرعوية الفلسطينية. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني، حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن على الإدارة الأمريكية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية. أضاف أبوردينا أن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعتها إقليميا، لافتا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري. وطلب أبوردينا المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف العدوان. من جانبه أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من وكالة الأونروا حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. ودعا بوريل للتحقق من مزاعم وجود نشاط لحركة حماس في الأونروا، وقال إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيوقف المساعدات الإنسانية ويوسع من الكارثة الإنسانية.
cannot be unmilitarized and works. حذر المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة من أن أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح ستكون لها نتائج كارثية. وقال المتحدث للأونروا إن إسرائيل تفكر في عملية استهداف كاملة للأونروا تتجاوز قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحديث عن مشروع القرار المقدم بالكنيسة الإسرائيلي لإيقاف عملها بالقدس هو المقر العمليات الرئيسي للوكالة، وهو تطور خطير وغير مسبوق. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في التصعيد الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. وأضاف أدهانوم أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية غير كافية في ظل الاحتياجات التي تزداد كل يوم. وحتى الآن لقد قدمنا 447 طنا من المواد الطبية لغزة، ولكنها نقطة في بحر وديء واسع من الحاجات، ولكننا نرفع هذه المساعدات، وإن 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل بطريقة بدائية في غزة، وإن العاملين في القطاع الطبي يعملون بطريقة وفي ظروف مستحيلة، وأنا متخوف وقلق بالأخص بسبب الهجوم الأخير في رفح، حيث أن معظم الهاربين من غزة موجودون. إن المنظمة منظمة الصحة العالمية تستمر في النداء ومطالبة الوصول الآمن للعاملين في المجال الطبي لتزويد المعدات الطبية، ونحن نطالب بإطلاق سراح المخطوفين لدى حماس، ونطالب بوقف لإطلاق النار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من المحتجزين في غزة. أضاف نتنياهو أن ما وصفه بالضغط العسكري على حركة حماس هو ضروري لاستعادة المحتجزين بالكامل. وصدر بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة محتجزين في عملية في مدينة رفح. استقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش بلغ 579 طائرة محملة بمساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. هذا وقد استقبل ميناء رفح البري 557 شخصا من بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمون من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية. وصرح مصدر مسؤول بالميناء بأنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية. وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة وثلاث شاحنات وقود وشاحنة غازات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، دعني في الصورة وحركة دخول المساعدات إلى معبر رفح البري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما خلال الأيام الماضية وخلال الأشهر الماضية تابعنا سويا دخول هذه المساعدات الإغاثية إلى معبر رفح، وخصوصا من داخل البوابة المصرية التي يعبر من خلالها مئات الشاحنات يوميا إلى الناحية الأخرى، ولكن دائما ما كانت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني. رصدنا في الأيام الماضية تصريحات مختلفة من عدة دول ومنظمات
الصحافات ما تقول أن يعني هناك معوقات من الجانب المصري، ولكن ما زلنا نؤكد على أن هذه الأمور ليست موجودة وأن الدخول مستمر ولا يتوقف على الإطلاق من دخول المساعدات، إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي يزال يستقبل مئات الطائرات، وكما ذكرتم يعني ربما من 29 دولة مختلفة يستقبل مطار العريش الدولي والهلال الأحمر المصري هذه المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها، بالإضافة أيضا لهذه المساعدات الإغاثية التي تأتي عبر الطرق. ومصر تحديدا تبرعت بأكثر من 70 إلى 75% تقريبا من هذه المساعدات جاءت عبر مصر فقط، وما زالت تتدفق وتصل إلى معبر رفح المصري. اليوم فقط دخل 80 شاحنة عبر بوابة معبر رفح المصرية وعبرت إلى الجانب الآخر، ولكن منعت قوات الاحتلال دخولها من معبر رفح الفلسطيني وذهبت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يأخذ وقت طويل جدا في التفتيش، وهو جزء أيضا من المعوقات التي يضعها قوات الاحتلال قبل دخول هذه المساعدات إلى الجانب الآخر. وبالنسبة لمطار العريش حيث كنا اليوم رصدنا استقبال طائرة من عمان، هذه الطائرة محملة بأكثر من 20 طنا من المساعدات استقبلها مطار العريش الدولي، وتحرك بهذه المساعدات الهلال الأحمر المصري وضعها في أماكن التخزين، وتحركت على الشاحنات الكبيرة الشاحنات الإغاثية لتنقل هذه المساعدات، ولكن العديد من هذه الشاحنات ما زالت مصطفى أيضا إما أمام المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري أو أمام بوابة معبر رفح المصرية، وتدخل يوميا باستمرار. بالإضافة لذلك أيضا استقبال الجرحى والمصابين ربما حتى يعني صباح اليوم، وقد يكون الأعداد الآن في ازدياد، استقبلنا أكثر من 18 سيارة إسعاف محملة بالمصابين من الأشقاء في فلسطين، دخلوا 9 سيارات منهم إلى المستشفيات داخل العريش ورفح وبئر العبد، وتسع سيارات أخرى تخطوا إلى الناحية الأخرى الإسماعيلية والقاهرة. أيضا عدد المصابين ذهبوا ليتلقوا العلاج هناك، بالإضافة لمزدوجي الجنسية وأيضا يعني ممثلي السفارات المختلفة المتواجدين، أيضا ممثلي المنظمات المختلفة التي تواجدوا إما في العريش أو حتى رفح لاستقبال مزدوجي الجنسية وتحريك مزدوجي الجنسية إما للفنادق هنا في العريش حتى يتحركوا بعد ذلك إلى بلادهم، أو حتى ينتقلوا مرة واحدة مجرد خروجهم إلى من معبر رفح المصري إلى الأراضي المصرية ثم ينتقلوا بشكل مباشر إلى بلادهم إما عن طريق طائرات الإجلاء الخاصة بهم أو حتى عن طريق النقل البري. نعم، أشكرك كريم على نقل الصورة في انتظام حركة دخول المساعدات من معبر رفح البري والجانب المصري. كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش، شكرا. نشرة السادسة تتواصل معكم ونتابع فيها. العراق يعلن استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي. يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة عربية اليوم يستهلها بزيارة الإمارات. وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر الأربعاء المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت دائرة الاتصالات بالرئاسة إن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى. كما أضافت أن المباحثات ستناقش أيضا القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أعلنت السلطات العراقية استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وأطلقت بغداد وواشنطن هذه المحادثات أواخر يناير في إطار لجنة عسكرية عليا، ولكنها علقت في 28 من يناير بفعل هجوم بطائرة مسيرة وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن على الحدود مع سوريا. في محاولة لتقليص مهمة قوات التحالف الدولي بالعراق تدريجيا، استأنفت في بغداد اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية. المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول قال إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، مشيرا إلى أنه طالما لم يعكر صف المحادثات
حادثة شيء، فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة. المحادثات بدأت في يناير الماضي، ولكن بعد أقل من 24 ساعة قتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بالأردن. قالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة في سوريا والعراق هي من نفذته. وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن تحالف دولي أنشئ في عام 2014. وفي نهاية عام 2021 أعلن العراق انتهاء المهمة القتالية للتحالف وتحولها إلى مهمة استشارية. في الوقت نفسه يشهد العراق وسوريا هجمات متبادلة شبه يومية بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي. ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية استهدفت بصواريخ في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب. في تهديد جديد للملاحة في البحر الأحمر، تعرضت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال لهجوم بصاروخين في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب. شركة أمبر البريطانية لأمن الملاحة البحرية ذكرت أن ناقلة البضائع المملوكة لجهة يونانية أبلغت عن رصد مغزوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خورعنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن. وأضافت أمبر أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثين منفصلين خلال 20 دقيقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أوضحت في مذكرة استشارية محدثة أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجومين بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي. هذا وقد دأبت قوات الحوثي على استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ منتصف أبريل. وتقول قوات الحوثي إن الهجمات تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولمحاولة ردعهم شنت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق على سفن في البحر الأحمر. وقد أثرت هذه الهجمات على حركة الشحن العالمية، مما دفع العديد من الشركات إلى عدم استخدام البحر الأحمر واختيار طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا بحسن نية ودون مزيد من التأخير في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، وذلك من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية. شدد باتيلي على أهمية استقرار ليبيا وقيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة. وأضافت القوات الجوية أن روسيا أطلقت كذلك صواريخ من أنظمة أرض جو بعيدة المدى من طراز S-300 على أوكرانيا. أوضاع مشتعلة وتطورات لا تهدأ، وسلاح المسيرات أصبح يحتل الواجهة في الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من إتمام عامها الثاني. ففي أحدث تطور على الساحة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة دفاعها دمرت 14 طائرة مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليلة، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز KH-59. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أضافت القوات الجوية في بيانها أن موسكو أطلقت كذلك الصواريخ من أنظمة أرض جو بعيدة المدى من طراز S-300 على أوكرانيا، لكنها لم تذكر عدد الصواريخ التي تم إطلاقها وما إذا كانت أصابت أي أهداف. حاكم منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا أعلن أن روسيا هاجمت المنطقة بصواريخ أطلقت من منظومة S-300 من منطقة بلغرود الروسية المتأخمة لأوكرانيا، ولم تقع أي إصابات.
هجمات لم تكن الأولى من نوعها هذا الأسبوع، حيث أعلنت أوكرانيا في وقت سابق أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات مسيرة أطلقتها روسيا، ويبلغ عددها 54 دون الإبلاغ عن أضرار تذكر. هذا هو الوضع إذن، ولا تغيير في المشهد. محاولات روسية لا تنتهي لاستهداف مناطق في أوكرانيا بالمسيرات، ومحاولات من كييف للدفاع عن نفسها أمام الاستهداف المستمر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكداً على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضرية الجديدة، استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة. يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضافت قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يومياً للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حلفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر يردوا الدين لأجل بلدنا من الأمار. ويستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهارده مبسوط ان انا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بشكر مبادرة الجيل الجديد انها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. انا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فكر في الشباب وفكر فينا
وعمل لنا حاجه زي مبادره كلنا واحد جيل جديد. انا انضميت للمبادره عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم راحوا اماكن جميله جدا واستفادوا حاجات حلوه قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. فرحانة قوي إن أنا أول مرة أشوف حاجة يعني جديدة في حياتي. مبسوط جدا أنا بشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادرة كلنا واحد، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف ابطال حافين يحموا يدنا اليوم الدين، وليك يا مصر الدين لاجل بلدنا. وإدراكا لأهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سوموتومو إلكتريك إيجيبت، وإحنا مبسوطين جداً بزيارتكم عشان نقدر إن إحنا نوصل للجيل الجديد فعلاً إن في صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات. أنا شايف إن دي فكرة كويسة جداً ومبادرة جيدة جداً، لأن هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد إنه يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد، صناعات قادرة إن هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات. المصنع بيصدر لأكثر من دولة في أوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة، وأول مرة أجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. أنا فخورة جداً بالمصنع دوت وأول مرة أشوفه، وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تاني. ثالث مرة ليا أجي المبادرة، والنهاردة اكتشفت إن فيه في مصر أكبر مصنع للضفاير الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو، وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه، دي حاجة يعني شرفتها طبعاً. أنا مبسوط جداً إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد، ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهاردة. المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي جابته لنا. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضارية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبلوه لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا، وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا
شركة زي دي ومناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة وخدنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلو. فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده. ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحه كانت جميله جدا وانا كنت بصراحه ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحه. على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفيه للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمره الاولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقه. انا عايزه ارحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادره حديثا. انا مبسوطه جدا بزمايلنا اللي انضموا معانا المبادره الجديده وبتمنى ان هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادره. وتهدف هذه الندوات الى اثقال المهارات الثقافيه والفكريه للشباب وتعريفهم بالانجازات الوطنيه. انا اسمي مصطفى الجمال من حي بشار الخير، وانا ازاي احافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضره وازاي اخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوه اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحه دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغاله فيها. زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحه بقى عندنا شرق تفريعه ناجح، وزي ما احنا عندنا مدرسه ناجحه بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني ادم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى اقوياء وناجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز اعرف ازاي اكون مفيده لبلدي. اول حاجه علشان نكون مفيدين لبلدنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى عمليه التغيير لابد انها تكون جوايا الاول، وبعد كده ابدا اغير في اللي حواليا. يبقى انا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدا اوصله للاخرين عن طريق ان انا اكون ايه؟ قدوه. بشكر طبعا السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجيه اللي بتقول انه احنا لازم ناكد على ان بناء الانسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادره جيل جديد لقينا ان في تطبيق فعلي التأكيد على المهارات اللي احنا لازم نطورها في الانسان. النهارده استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معانا في المبادره المره اللي فاتت، والشباب بالمجموعه الاولانيه رحبت بالمجموعه الثانيه، وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر ان شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما اشوف افضل تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنى اليوم الجديد. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة وبتدينا دفعة إن إحنا نتفوق. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط بختام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا نيجي هنا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة المدرس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول.
المتميزون ثقافيا وعلميا ورياضيا من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوما بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمقر وزارة الثقافة. وخلال اللقاء رحبت نيفين الكيلاني بزيارة المستشار تركي الشيخ وثمنت التعاون الذي سيتم بين مصر والسعودية. تعاون في مجال الأوبرا، تعاون في مجال المسرح، تعاون في مجال المحتوى، تعاونات مختلفة، تعاون في الفرق الموسيقية، ليالي سعودية، ليالي مصرية مختلفة هنا وهناك، يعني إن شاء الله أشياء ورعايات لبعض الأشياء المهمة إن شاء الله. هل هي كلها تعاونات سينمائية فقط ولا هي في تعاونات سينمائية أيضا مع المتحدة صندوق، وفي تعاونات ايضا رياضيه ايضا. التبادل الثقافي بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قائم وممتد عبر سنوات طويله. احنا بندخل مرحله جديده في التعاون مع هيئه الترفيه في مجالات عديده زي الحفلات الغنائيه في الموسيقى العربيه والاوبرا والباليه والدراما المسرحيه، الى جانب طبعا الشركه المتحده مشاركه معنا في هذا التعاون في مجال السينما ومجالات اخرى كثيره في مجالات الفنون والثقافه. طبعا برعايه سياده المستشار وبرعايه معالي الوزيره، وان شاء الله في الفتره الجايه هيتم الاعلان عن كثيرا من التعاون ما بيننا وما بين المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله احنا سعداء بوجود معالي المستشار، وان شاء الله التعاون في الفتره الجايه يبقى اكبر، وان شاء الله نشوف طفره في التعاون ما بين البلدين. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. لكن شكرا لكم هبة وحكمة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرية باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث أكد سمير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية والتي تأتي ضمن 152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر أجالتي للوجستيات الأسواق الناشئة، والذي أشار إلى تقدم مصر 3 مراكز لتأتي في المركز 18 من بين 50 دولة في عام 2024. يهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيم الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه. وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.5% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة. شهدت محافظة بني سويف افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية. يأتي المعرض استعدادا لاستقبال شهر رمضان، حيث يقدم السلع بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين. المعرض بيضم سلع الأساسية اللي بتهم المواطن داخل محافظة بني سويف وبيحتاجها دائما في شهر رمضان مبارك إن شاء الله. عندنا موجود السكر بسعر 27 جنيه موجود داخل المعرض، وفي زيت وفي الأرز وفي المكرونة، جميع السلع متوفرة داخل المعرض. وإن شاء الله المعرض ممتد معانا طوال شهر رمضان المبارك، وهيكون في سلسلة من المعارض داخل المراكز وبنادر السبعة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعية الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. وذكر الوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى هبة وحكمة. ميرنا إيهاب، شكرا لك. في نهاية النشرة لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، مدبولي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام عبر تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في رفح الفلسطينية تدمر خلالها عشرات المنازل والمساجد وتسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. بوريل يتهم حكومة الاحتلال بالعمل على التخلص من وكالة الأونروا ويدعو للتحقيق في مزاعم علاقة الوكالة بحركة حماس. إذن انتهت نشرة السادسة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم، في أمان الله.